انتظر لحظة واحدة. من يجرؤ على مخاطبة الهولندي بوقاحة؟ هذا أنا سبونج بوب، ويبدو أنك أمسكت شخصا. هذا أكرم شخص وله قلب كبير ويعطف على كل الكائنات. مستعد أن يبيعك من أجل المال. أتحداك بحياتي أن يفعل. لقد قبلت التحدي. حسنا يا سلطة، سأدعوك تبقى، لكن دعني أحسم هذا الأمر. إذا خيرتك بين سبونج بوب وكل ما في جيبي من نقود، ماذا ستختار؟ سأختار حسب المبلغ الذي تعرضه. مستر سلطة، 62 قرشا. سأختار النقود. مستر سلطة، انظر يا شفيق، نقود. مستر سلطة، لا أصدق ما سأقوله الآن، لكن كيف تبادل سبونج بوب مقابل 62 قرشا؟ أكنت سأحصل على المزيد؟ لقد دافع عنك وأنت تخليت عنه يا سلطة.